السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نمهد لك الطريق. معكم زميلتكم بسمة سعود من كلية الطب بجامعة الملك فيصل، مقدمة حلقة اليوم. في مبادرة نمهد لك الطريق نستضيف نخبة مميزة من الطلبة المستجدين والملتحقين حديثا بكلية الطب من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ليقدموا لنا رحلة صوتية نمهد من خلالها الطريق لكل طالب مهتم بالالتحاق بكلية الطب. في حلقة اليوم بإذن الله سنناقش كلية الطب بجامعة حائل، وسنستضيف أحد طالباتها نبيعات لتأخذنا في رحلتها المثيرة. والآن سنستهل المقابلة بتعريف ضيفتنا المميزة عن نفسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم على هذا اللقاء الجميل وهذه المبادرة الجميلة. أنا الطالبة ليان زيد الحمشي من كلية الطب بجامعة حائل. مبسوطة جدا بهذه المبادرة، وأول ما سمعت فيها صراحة حبيت أدخل فيها وأفيد البقية. يعطيك العافية حبيبتي بسمة. حياك الله يا ليان، يسعدنا استضافتك ومقدرين مبادرتك في نقل التجربة وإفادة المحتاجين لخدمتك. طيب، حدثينا يا ليان عن أول خطواتك في كلية الطب اللي هي مرحلة القبول. إيش كانت المتطلبات وكيف كانت آلية القبول بجامعتكم؟ بداية جامعتنا تبدأ في السنة التحضيرية، فإحنا عندنا السنة التحضيرية مسار صحي. على وقتي كان في مسارات أخرى، ولكن في السنة الحديثة الآن فقط في مسار الصحي، هذا متطلب لدخول كلية الطب. فحبدأ ببداية في السنة التحضيرية إذا حابة، وأتكلم في كيف أنا بالبداية أو إيش متطلباتها في الدخول للسنة التحضيرية. فالسنة التحضيرية تبدأ تعتمد على 3 أمور: القدرات والتحصيلي والتراكمي للثانوي. طبعا ياخذون 30% من القدرات والتحصيلي، لا قدرات والثانوي، والتحصيلي ياخذون 40%. على وقتي كان أقل شيء، اللي هو أنا أتكلم قبل سنة، كان أقل شيء 79، 79 أقل شيء في دخول المسار الصحي، لكن الآن صار 76، يعني أقل. وهذا شيء كويس، لكن ممكن طبعا يرتفع بالسنوات اللي بعدها. بعد ما تدخلين السنة التحضيرية المسار الصحي، بعدها كلية الطب طبعا تعتمد على المعدل في السنة التحضيرية. تمام، يعني ال 76 عفوا 96 هي النسبة الموزونة المطلوبة من الطالبات، صحيح؟ صحيح، الطالبات والطلاب. يعني الطالبات والطلاب تساووا بالنسبة الموزونة المطلوبة. أيوة تمام، جميل جدا. طيب يا ليان، كخريجة من الثانوي، ايش هي التحديات اللي واجهتك اثناء القبول في هذه الكلية، او يعني القبول للسنة التحضيرية، وكيف قدرتي تتغلبين عليها؟ هي معروفة الأزمة عندنا القدرات، ولكن أنا كنت أشوف القدرات، يعني أو بديت في القدرات من أولى ثانوي، وهذه نصيحة للطلاب اللي الآن بسنة أولى ثانوي يبدأوا من المذاكرة من أولى ثانوي، لأنها تفيد وتعطيك معلومة أكثر وتعطيك وقت أكثر إنك تدرسين قدرات. القدرات كان باعتقادي، لأن أنا ما كنت شايفة نسبات القبول، وكان عندي خوف إن يشلون المسار التحضيري، فكنت أحاول أجيب معدلات مرتفعة، لكن بعد ما جبت المعدلات المرتفعة، هذا شيء شوي مضحك، بالنهاية طلعت النسبة أقل شيء 79، بينما معدلي أو مجموعي كان مرتفع. فهذه ممكن إن هي كويسة للطلاب اللي الآن بثالث ثانوي مو قادرين أو ما جابوا نسبة عالية في القدرات. هذا كويس إن ترى موجود عندكم فرصة، وتراهم بالسبعينات، وإن شاء الله ما حيوصل الثمانين أو فوق الثمانين للدخول التحضيري. فكانت هذه بس العائق عندي، القدرات وطبعا التحصيلي، هذه الأشياء. لكن ما كانت يعني فيها التحدي إني أدخل، لأن دائما يحطونها نسبة قبول متدنية، حتى السنة هذه أقل من السنة اللي قبل، لكن دائما الضغط أو التحديات في السنة التحضيرية نفسها. بما أنك ذكرت السنة التحضيرية، كيف نظام السنة التحضيرية بجامعتكم؟ وكيف مدى التنافس عندكم؟ نظام السنة التحضيرية عندنا 3 فصول، نظامه في كل فصلين ناخذ 3 مواد، في كل فصل معليش 3 مواد. تنافس جدا عالي فيه، إنه ممكن كثير طلاب ما شاء الله نسبهم عالية. أنا ممكن بكلاسي، على وقتي كان بكلاسي ما أشوف يعني صراحة طالبات
أو أحس إنه طالبات مرتفعات، يعني حتى اللي كنت أحسهم مرتفعات ما دخلوا طب، واللي ما أحسهم مرتفعات دخلوا طب. يعني حتى ما تقدرين يعني تحددين مين اللي حيدخل ومين اللي حيدخل، هو كلهم ما شاء الله شاطرين، بس التنافس ما يبان. يعني ما تاخذين راحتك إنه لا والله أنا ماني جالسة أشوف ناس شاطرين ولا من هذا المنظور، لكن كثير ترى يدخلون. يعني حتى نسب القبول في كلية الطب جدا مرتفعة للطالبات، فلا بالعكس التنافس عندنا جدا عالي في التحضيري. وهذه يعني أحد مميزات إنه بتدفعك أكثر إنه لا أنا أجتهد أكثر وإن شاء الله أجيب المعدل المطلوب. جميل جدا. طيب سنة تحضيرية عندكم هي مسار صحي خاص أم سنة تحضيرية عامة؟ عندنا لا مسار صحي، يدخلون التخصصات الطبية عندهم مسار صحي، لكن أي تخصصات خارج الصحي يدخلون على طول تخصص. جميل جميل. طيب بعد ما ينتهي الطالب من دراسة السنة التحضيرية ويبدأ بدراسة سنوات الكلية، كلية الطب، كيف راح يكون نظام الدراسة عندكم؟ نظام الدراسة بداية عبارة عن أول سنتين بيسك وثلاث سنوات كلينيكال، فبالمجمل كلية الطب 5 سنوات، طبعا غير آخر سنة اللي هي بعد التخرج اللي هي التطبيق في المستشفيات. فأول سنتين وحتى السنوات الثلاثة، لكن البيسك أنا بتكلم عن أول سنتين البيسك، عندنا نظام المديول. إيش هو نظام المديول؟ عبارة عن أني أنا أخذ الموضوع معين، مثلا الكارديوفاسكولار سيستم أو الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي، فأخذ عن هذا الموضوع من كذا مادة، فمثلا أخذ من التشريح اللي هو الأناتومي، أخذ من منظور الفسيولوجي، أخذ من منظور البايوكيمستري، فأربط المعلومات مع بعض من مختلف المواد. عكس السنوات اللي قبل كانوا ياخذون كل مادة لحال، فتخيل إنهم يتعمقون، مثلا ياخذون الأناتومي ياخذونه كامل التشريح يتعمقون فيه، بعدها ياخذون البايوكيمستري وياخذونه كامل، فيكون في صعب ما بين الربط بين مادة ومادة ثانية، رغم إنه في مواضيع متشابهة لكن حيكون شوي صعب. فمن نظام المديول الآن أفضل وأسهل من ناحية ربط المواضيع، هو طبعا كمية كبيرة ولكن بنفس الوقت أسهل من الطريقة اللي قبل. فهذا هو نظام الدراسة بكلية الطب، عبارة عن مديولز، ومثل ما قلت أول سنتين بيسك و3 سنوات اللي بعدها كلينيكال اللي هو تكون ما بين المستشفى وما بين الجامعة. ممتاز، يعطيك العافية. طيب لا الحين هل المديول هو نفس نظام البلوكات؟ أيوة هو نفسه، هذا الاسم الثاني له البلوكات، المديول نفس الفكرة. جميل جميل. طيب في ختام لمقابلتنا اليوم، هل عندك أي رسالة أو نصيحة توجهينها للطلاب الرغبين بالالتحاق في كلية الطب؟ نعم، بداية كثير نسمع، أنا لو بتكلم على السنة التحضيرية كثير نسمع اللغة غير مو حاجز، اللغة غير حاجز، اللغة غير حاجز، فكثير يفهمونها بطريقة ثانية، يفهمونها إن اللغة مو مهمة عشان أنا والله أجتاز السنة التحضيرية وأدخل طب. لما أنا أسمع كلمة إن اللغة غير حاجز مو معناته أنا خلاص ما اللغة الإنجليزية ما أطور نفسي فيها ولا راح أحتاجها بشكل كبير بالسنة التحضيرية، بالعكس أنا أتمنى أن الكل يركز على تطوير نفسه، سواء الآن هو في الثانوي حيدخل تحضيري ولا الآن هو بالتحضيري، من المهم أني أنا أطور لغتي، لأن المواد في السنة التحضيرية خصوصا بجامعة حائل أتكلم عنها ما هي صعبة ولا هي تعجيزية، ولكن تحتاج لغة. فمثلا اختبار الفيزياء، أنا بتكلم مثلا عن مادة الفيزياء لأنه كثير أسمع سب في هذه المادة، رغم أنه كطالب عنده لغة حيحلها بكل بساطة، لكن المفروض أني أنا أطور لغتي، أطور مصطلحاتي. يعني حتى في الإنجليش عندنا مكثف، فعندك speaking exam، حتى عندك writing exam، فكثير أشياء مضطرة أنت تطورين لغتك، ولكن برضه لابد من اجتهاد شخصي بالبيت غير الجامعة. فمهم، هذه أول نصيحة، أنه اشتغلوا على اللغة الإنجليزية عشان تسهل على حياتكم. ثانيا المانج للوقت، مانج اوف تايم مرة مهم، يعني
خصوصا في السنة التحضيرية ممكن فيها موضوع أني أنا والله أجل المذاكرة اللي قبل الاختبار بأسبوع، لكن بعد ما أتخصص ترى في كلية الطب ما في هذا الكلام. فحلو من بداية تحضرين نفسك أو تحضر نفسك أنك تذاكر أول بأول، لأن لو ما ذكرت أول بأول وعودت نفسك هذه الطريقة راح تدخل كلية الطب باعتقادك أنك والله حتسوي نفس طريقة السنة التحضيرية وحتجيب الـ A بلس. لا، هذه مستحيلة. في سنة الطب لازم يوم بيوم، يعني ما يعدي الأسبوع اللي بعده وأنا ما خلصت الأسبوع هذا. فهذه النصيحة الثانية، يعني هي مهمة جدا وأدري إن كثير نعاني، أنا إلى الآن أعاني فيها، لكن إن شاء الله تتيسر وتلقون الطريقة الصح. وشكرا لك حبيبتي بسمة. جزاك الله خير. أشكر زميلتي ليان بالنيابة عن مجموعة طلبة الطب في المملكة العربية السعودية على أخذنا في هذه الرحلة المثلية والرائعة. نراكم على خير في لقاء جديد ومميز بإذن الله. كان معكم بسمة سعود مقدمة حلقة مرحلة الطريق.